وطبعاً المكون الرئيسي لأكلة السوشي هو الرز وجنزبيل مخلل زي اللي معانا ده ويكون متقطع، والوسابي. وخلونا اشرح لكم بالتفصيل، ده مكون ياباني نادر جداً 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 وما تقدرش تجيبه من أي مكان تاني في العالم. وكمان الوسابي ليه مزاق حار جداً، تقريباً أكتر من المستردة بعشر مرات، عشان كده لازم نكون حريصين جداً في استخدامه. أنا هجرب دلوقتي حتة صغيرة منه، يعني دايماً نستخدم منه كمية قليلة قوي قد الزيتونة أو أقل. سيبه على لسانك شوية، هتحس إنه فعلاً طعمه حار قوي، عشان كده مهم جداً نستخدم كمية قليلة. الرز الياباني المعجن هنستخدم حلة بخار زي الحلة بتاعتي، عشان عملية تجهيز الرز في أطباق السوشي مهمة جداً وموضوع كبير وكمان معقدة جداً وبياخد وقت كتير. هنحط المية والرز بمقادير ولازم نظبطها ويبقى الموضوع خلص، وهيبقى معانا بالشكل ده. هضيف عليه شوية من خل الرز الحلو، بس هنحط شوية صغيرين مش كتير عشان الطعم المظبوط. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.